رمضان مبارك على كل مشاهدي قناة طليعة الفضائية وحلقة جديدة من برنامج شيفكم. وطبعا بالبداية نحب نشكر مطعم سكوزي اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل، وايضا حيكون برفقتي الشيف علي الربيعي. رمضان مبارك عليك. رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى جميع مشاهدين قناه طليعه. وايضا عندنا اليوم ضيف عزيز علي، طبعا اليوم موجوده وياي السمكه مالتي بكبزه، طبعا احب اعرفكم عليها. اليوم حتكون ويانا بالحلقه، بس ولو هي مثلي جوزيه و24 ساعه نايمه، بس مع ذلك اليوم راح تكون موجوده، بلكي اكبرها هالايام راح اضيف لها فلفل ابيض وان شاء الله نشوي لكم اياها بالفرن. اوكي. اليوم شو حتكون طبخاتنا علي؟ الطبق الرئيسي راح يكون فريكيا بالدجاج. نعم، فريكيا بالدجاج يعني برغل. برغل اخضر. اخضر مو نفس العادي مالتنا، برغل خشن اخضر. طيب. برغل خشن اخضر والدجاج والزبد مثل ما تشوف. اوكي. وعندنا سلطه الدجاج. سلطه الدجاج اليوم كل الاكل مالتنا دجاج. اوكي. والحساء حساء بزالية. حساء بزالية. والحلو كنافة. كنافة بالجبنة. اليوم الفطور راح يكون دسم. دسم. أكيد. خاصة الحلو. هنبلش أول شيء مشاهدين كرام بالطبق الرئيسي اللي هو شنو؟ فريكيا. برغل بالدجاج. أوكي. أوكي. لأن الاسم الأسماء كل الصعبة، لأن الأكلات أكثريتها غربية، فأنا أفضل إنه أقول اسم الحقيقي المكونات مالته برغل بالدجاج. خلي نشوف الشيف علي راح يقول لنا المكونات مالتها بالمضبوط. طبعا ضفنا اربع قوالب، اربع مكعبات. اول شيء المكونات انه هي مكونه من برغل اخضر، مكونه من اربع مكعبات من الزبد وبرغل اخضر خشن اللي هو مكتوب على الباكيت فريكه. فريكه موجود. أي. وصدرين دجاج عندنا هنا. صدرين دجاج ينطبخن سوا وينصبن فوقها اللوز نص نوبري. حلو. ينحمس فوقها. يلا هسه نبلش بالطبخه الاولى. اوكي. اللي هي فريكه. 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 افريكا لو افريكا؟ افريكا. افريكا. هاي افريقيا دولة. حنقطع الدجاج مشاهدين الكرام على شكل مكعبات. طبعا. نشوف اعزائنا المشاهدين. طبعا انا موعت الزبد. قبل لا نبلش على مود للسرعة يعني. اي لا ياخذ وقت من يمنه. لان مشكلة الزبد وياي مو على كيفه. اوكي هسه اذا عندنا الزبد نضيف الدجاج. نبدا نضيف قطع الدجاج بالجدر اللي موعين به اربع قطع من الزبده مو؟ اي اربع قطع من الزبده. حوالي 100 غرام طبعا. 100 غرام. مو اكثر. طيب علي اتبل لك. يستغرق وقت. اتبل لك السمكه؟ لا لا عوفها. اوكي. هي هاي حتى اكلها مختلف لان هاي تعتبر انا مسميها بكبزه يعني. الله. لان هي سمينه احسها وتاكل هواي. حركتها قليله وتاكل هواي. تاكل هواي. هاي من النوع الاسماء المفترسه علي. يعني ما تعيش وياها سمكه ثانيه. طبعا هم ما جاي يشوفها من بينه. من بينه ما اعرف خامله ما تتحرك فشلتني. اضافه الموضوع تاكل دجاج قطع لحم. حلو. ما تاكل الاكل هذا العادي. حلو. هسه بلشنا بال بلشنا قام يتغير لون الدجاج للابيض. طبعا بعد ما نحمس الدجاج ويكمل نضيف البرغل ايضا. برغل. ونضيف البهارات اللي هي الملح والماجي والفلفل الابيض ايضا. البرغل طبعا مشاهدينا الكرام منقعيه قبل تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق وهو مو برغل افريقي، لان البرغل ذاك ابيض او اصفر يجي. هو بالتالي اخضر. اخضر بس أخضر. هو برغل يعني. يعني ليش تناقشنا بهالموضوع؟ هو برغل. بس اذا يروح مثلا يروح يشتري الاسواق يقول اريد برغل. يعطي برغل بس هو له اسم فريكه. فريكه. يلا اوكي فريكه خلينا نمشي له اياه. عمي اسمها فريكه لا تزعل. ما يحتاج له بصل؟ لا لا ما يحتاج له بصل. زين تحتاج اثرم لك فتشي؟ طبعا دائما انا اطلب بلساني اقول لك اثرم لك اثرم لك ما تقبل. ما يدا تعبك. ها؟ ما يدا تعبك. ما ترد تعبني؟ تبغى تشوف اعزائنا المشاهدين بدا يتغير اللون، صار لون صدر الدجاج ابيض. ابيض طبعا. بس ايش راح نضيف؟ خلينا نضيف هذا المعجون جوا. دلل. شو نضيف بعد ما يصير التوابل اول شيء لو شنو؟ لا نضيف الفريكه. الفريكه؟ نضيفها ونضيف المي الاساس والبهارات الملح يعني يطبق يطبق تطبيق. أي. حلو. بس هو يعني وبالمناسبه ترى البرغل ما يزيد وزن. مو مثل التمن. اي مو مثل التمن. ينهضم. ينهضم بسرعة لأن هو أيضا أسمر يعني لا أخضر.
دامني عاندني النجم الكبير سمير. ها اوكي هسه نضيفه. هذا طبعا الاربع اشخاص تقريبا. هاي اربع اشخاص يعني اذا تكونون اكاله، اذا لا مو اكاله تكفي عائله كامله. اربعه كلش كافيه. كفي اربع اشخاص؟ اي تكفي. اوكي. هذا هو لونه اخضر لو اصباغ؟ لا لا هو لونه اخضر. هو لونه اخضر. طيب. دائما اشكك بالموضوع. نضيف مي الاساس. ايش قد حنحط مي؟ ما اقول لك. هاي واحد. اثنين. ثلاثة. شنو اصل هاي الاكلة؟ سورية. سورية؟ شكلها راح تخلص بسرعة لأن هي التطبيق التمن ما يستغرق 10 دقائق كلش هواية على النار. بس هذا مو تمن. يعني شبه التمن هو. بالمشتقات تمن. مشتقات. أوكي نضيف التوابل. توابل. طبعاً ماجي. ماجي. ورش حسب الرغبة ملح. وفلفل أبيض. خلطهم سوا. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين. نتركهم على النار، على نار مو يعني زينه واحد اي لحد ما تفور النصيع على نار هادئة. اوكي يعني يتهدر يتهدر يلا هسه ايش راح نبلش؟ هذا خليه الدجاجه زايده تطيل السمكه مالتي. اوكي يلا بعد بعد شوي لا يلا اوكي هسه ايش راح نبلش؟ سلطه الدجاج اللي المتكونه من دجاج طبعا مسلوق ومفتتيه والخيس ايضا اثرم لك انا؟ ماشي نعم. والفلفل الاخضر والطرشي ناعم الخس تريده؟ اي جوليان ناعم. انا بالخس استاذ يعني ما حد ميضاهيني بثرم الخس. خلينا نشوف والله. طبعا تشوف وانا ماشي. اتمنى طبعا تحياتنا للمصور اللي راح يجيب زوم على ايدي على مود ابين انه والسمكه مالتك راح تضايقها. هيك تحبها هيك؟ ايه اوكي. هاي السمكه ايش تعوجها؟ عمود لا اذي ايديه. ها ليش؟ طبعا كل شيء ما يعجبك. خلي الثروم هيك طبعا. ليش مو عدله مو احسن؟ انا احبها هيك مايله عندها. موجود بعد دخشنا الثروم طبعا. صدق؟ والله. طبعا دائما الشيف علي مفشلني قدامكم. يلا سايق باقي. يلا. يلا اكمل؟ كمل. خليني اشيك الفريكي انا. وفرت. طبعا تحياتي المخرج قام يصيح مني اما خشن خشن والله عربت خشن مشي وياه هو بالتالي كل الحين اكل يعني يعني هيك يصير ناعمه بعدين؟ لا لا تمرد صدق؟ يلا هاك كمل الله عشت ايدك ليش؟ يعني شو والله فشلت يعني خليني اقف خليني امسح العرق يعني فشلني طبعا عندنا الخس مغسول اكيد لقط مو تجيب راس كامل اي طبعا بالمناسبه اني مثل السمكه مالتي ماكول مذموم والله ياكلون السمك يقولون الله طيب ورا شوي يقولون السمك بريحه الزفر بعدين يقولون السمك يعطش وبالاخير هو السمك طيب مو صحيح؟ ويعطش يعطش طبعا اذا انت تشرب بعده دايركت مي راح يصير عندك عطش بينما اذا بعد ما تخلص السمكه تاكل حلو اوكي خلاص يروح عندك العطش اوكي اذا علي خلي الفلفل بعد ما نطلع مشاهدينا الكرام فاصل قصير وشكرا الى مطعم سكوزي اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل وايضا اوكي خليكم ويانا رجعنا وياكم احبتي مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه وبرنامج شيفكم وتقريبا الفريكه راح تخلص خليني اروح اشوف الشيف علي وين وصل بسلطه الدجاج وين وصلت علي؟ وصلت وين؟ باب الشرجي خليني اخلص من اليمين اي والله
في الخس. كم حبة فلفل؟ 4، يعني حجم حسب الحجم طبعا. ديك كبيرة، ديك كبيرة بابا بابا جاية هاي كبيرة. شوفوا مشاهدين الكرام، يريد جوليان نائم وفلتت عنده وحدة، قام يدور عليه صيدات طبعا. انت لحد ما تشوف الجدر اني اجرب انه اثرم الطرشي ناعم. تحاول قصدك هم جوليان؟ هم جوليان، هم جوليان. خلي اجرب اني اعطيني. اوكي اوكي اسوي على نموذج قدامك. خلي اثرم واحده قدامي اول شيء. شلون تريدها؟ ان شاء الله انجح بالاختبار. حتى جانبي، حتى تكون يعني الجوليان شويه طويل مو اوكي اوكي عندي يتناسق ويا البقيه. خلي اجرب اني لحد ما اشوف انت الجدر وين وصل. طبعا بدات فور فريكه والله سمينا. طبعا قلت لي تاكل دجاج مو؟ لا 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 مو باشوف. اوكي بدون تعقيب كمل الله يخليك بدون تعقيب. طبعا حلو مشاهدي الكرام انه مو مشكله انه ربة البيت اذا عجبها انه هي تسوي اكله واحترقت من ايديها، مو مشكله. المهم انه بالتالي انه هي حاولت تسوي هاي الطبخه، مو بالمره الثانيه راح تتعلم تعلم. يعني هاي الفكره انا بدي اوصلكم انه اليوم ثرمت فشلت بالثرم، بس مو مشكله المره الجايه اتعلم اكيد. مو هاي واحده دن ثلاثه اربعه أصلا خمسة. لا مالتك ما أحسبها. مكعبات. مكعبات. يعني ليش أنت صغير ما جابوا لك أهلك مكعبات وبنيت بيوت وكذا هاي؟ أتذكر. مو؟ حلوة أيام الطفولة. كلش. أكثر أكلة أنت صغير تحب تأكلها من إيد أمك؟ والله طبعاً أنا كل أكلة أكلها من إيد أمي. أي طبعاً. يعني. هي النكهة تختلف كلش. هسه راح نضيف مشاهدينا الكرام صدر الدجاج اللي مفلس او مفتت. فتت هاي مو زلاطه، هاي وجبه غذائيه كامله. لا بالنسبه له سمير مو وجبه غذائيه. يلا هسه راح نخليه اكيد الحامض طبيعي، ليمون بعد زيت الزيتون. زيت الزيتون حلو. زيت الزيتون يدخل بهواي وجبات صحي. بعد ملح. ضيف ملح ورشة قليلة من الملح. تعرف اللي تخبطهم؟ لا لا انت عاد شوف ان الفريكة ترى تفور جاي. لا بعدها يراد لها وقت. ايش مدريك؟ انا صرت دقيق بحيث من النظر اعرف الجدر تستوى ولا لا. اوكي. عندي حاسه طبخيه. مشاهدينا الكرام تقريبا خلصت عندنا السلطه، ياهو الطبق مالتها. بعدني جاي اخذ بيها. خلص اجيب لك الطبق. اوكي. ياهو طبقها. ذاك البلد. هذا. مشاهدينا الكرام تقريبا خلصنا سلطه الدجاج مو؟ سلطه الدجاج. خلينا نصبها. وبعدها نشوف الجدر الفريكه انه الفريكه لو فريكه 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 خلصت او لا. بعدها ننتقل نسوي الكنافه، واللي يحب او تحب تتعلم كنافه خد حضر ورقه وقلم اكيد على مود تسجل المقادير. سهله ما بيها شيء طبعا. خلاص نزينها هسه لو بعدين نزينها. خلينا نبلش هسه شنو نشوف الفريكه وبعدين نرجع نشتغل الكنافه. خلينا نمسحها روح انت كمل.
سمير جاي تفور، وقلت لك جاي تفور تقول لي لا بعدها. اي بدات انا شفتها بدات تفور، بس هي راد لها وقت طبيعي يعني ما تحترق. لا ما عليها، لان الجدر تيفال ما يحرق هذا الجدر. بس التيفال ما متوفر بكل بيت احتمال، كفافون هاي. ايه هو الحلو بالتيفال ما يحرق. طبعا بدا ينشف المي، بدا ينشف هسه نهدرها لو بعد بعد شويه راد له. هو هم ينشر يعني يكثر. ايه احنا نسميه فور. فور؟ اوكي فور. يلا هسه نبلش مشاهدينا الكرام بعمل الكنافه. وطبعا راح وحده. تعال علي ليش هيك؟ تعال مو عندي طبعا عندي نار. طبعا أيوة. هاي الكنافه موجوده بالاسواق. العجينه او الشعريه هي احنا نسميها العجينه. هاي 500 غرام بس ما راح استعملها كلها. اي اكيد. على قد اربع اشخاص مو؟ ايه طيب. الصينيه. هاي الصينيه نبلش بها يعني اسحب هاي؟ ايه. هذه شنو؟ هذا قطر اللي هو الشيره. الشيره خليني اوخرها شوي بعيد. اوكي. عمود الكاميرا لا تضايقها. عندنا نحر هالموعه. دهن حر راح تستخدمه بالدهن الحر. بالدهن الحر. بس الدهن الحر شويه ثقيل، مو كل شخص يقدر زبد. ياكل الدهن الحر. زبد. زبده اذا سويناها بالزبده. لا يلا بالدهن الحر. اطيب بالدهن الحر. يلا لان اكو ناس انتفضت من خلف الكواليس قالوا لا بالدهن الحر. انا مو كلش احب الدهن الحر. يعني انت ما تحب الدهن الحر احنا ما نحبه؟ اي لا ما يصير. ما يصير واحد على اربعه. ليش تريده بس هيك مو خلاص يعني ما يحترق شوي؟ ما يتحار لان حتى قطع الشعريه لان راح اخبط وياه صبغه اللوزينه. صبغه اللوزينه اللي هذا اللي الطلون البرتقالي. الطلون البرتقالي واكو طبعا عجينه مال كنافه برتقاليه هي أصلاً. برتقاليه اكو اصلا. هذا صبغ اللوزينه؟ شيء قليل. اساسا يغير لون؟ ايه. واللي يحب يسويها بالزبد طبعا. يعني اللي ما يحب مشاهدين الكرام الدهن الحر اوكي يسويها بالزبده حسب الرغبه. احنا دائما لما نطبخ نقول حسب الرغبه يعني مو شيء اجباري. شوف الفريكه. وهذا البرغل ايضا كمل تقريبا. نشرب الماء خلينا نحطه على التهدئه. خليه على نار هادئه بس نصل النار. ريحته كلش طيبه. لهجه تطفي يمكن. لا يقفل بالاخير ما يطفى. ها اوكي. يلا هسه ننتقل. مات. أوكي. طفيها. يلا. اذا مشاهدين الكرام موعنا الدهن الحر. علي راح يبلش يضيفها. خلينا ناخذ فاصل قصير. اذا مشاهدين الكرام ناخذ فاصل قصير. شكرا لمطعم سكوزي اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل، وايضا اللي وفر لنا الشيف علي اللي طبخاته كلش طيبين. خليكم ويانا وشوفكم. رجعنا ياكم احبتي مشاهدي قناه الطليعة الفضائيه وشوفكم. وبلش علي بعمل الكنافه بالجبنه. طبعا هالشكل لازم لان العجينه مال الكنافه لما يشتروها شويه صاكه يعني مكعوره. مكبكبه. فبالتالي يبدي علي يفتح بيها وبعدين نبدي نضيفها بالصينيه مو؟ ايه ونضيف عليها الجبنه والى الفرن. بعد ما تنشوي بالفرن يلا نحط الشيره؟ ايه القطر. طبعا الشيره اكيد سهله العمل مالتها انه هي مجرد مي وشكر وهيل تظل على النار مو؟ ايه. واللي ما يحب الهيل يحط مي ورد. مو؟ لا هو الهيل المرغوب طبعا. طبعا. بس تمسحها للنهاية يعني ما ايه. تحط دهن هواية؟ لا لا. بالشكل. هسه راح نبدي نفرشها. إذا مشاهدين الكرام راح نبلش نفرش عجينة الكنافة بالصينية. تسويها طبقتين ولا طبقة واحدة؟ لا طبقتين. طبقتين. بشوف شاطر أنا. يعني شلون تصير طبقة؟ أوكي بس خلينا نسوي تشينج هنا على مود المصور. ياخذ هاي اللقطة.
الشكل. انا كلش قوي بالانجليزي. هاي قلت لك تشنج تشنج غير. عندنا فرشنا العجينه طابق الاول. ايش قدر هذه الاوقات بالفرن؟ ما يحتاج الهواء ولازم ينتبهون عليه لان تحترق. اي تحترق. ايضا هسه نضيف الجبن. نضيف الجبنه. هاي الجبنه ايضا موجوده. الجبنه هاي انا استخدمت الموزريلا لان لا هي مالحه ولا هي حلوه. وسط وسط. عند الطعم مالتها انا احب الجبنه زايده فكثر لي جبنه. تصير مو طيبه هواي جبن. صدى؟ ما يخالف كثر لي جبنه. هي اصلا راح تسيح تاخذ مساحه كلها مو؟ بهالشكل اي. راح نبدا نحط طبقه ثانيه. الطبقه الاخير. خليني اشوف شكلها النهائي شو راح يصير. احنا دائما متعلمين نشتري الكنافه من المحلات. اليوم خلينا نشوف الكنافه اللي احنا راح نسويها شلون راح تكون طعمها؟ قرش. هسه انقلها لو؟ لا بعد شوي. خلاص هذا خلاص اوديه الفرن. اي الفرن. اذا مشاهدينا الكرام هذه قبل الشوي راح اوديه الفرن. راح يبقى وياكم الشيف علي بعمل حساء البازاليا. خليكم وياه. كم جاي كيلو فريكه؟ ما صارت. ايش قدير هذه الوقت شيف علي؟ 10 دقائق ربع ساعة بس نظريا. انا خليتها بالفرن ونار هادية. اوكي. ها بشر شو اخبار الفريكة؟ كملت. كملت؟ صبها. نصبها هسه؟ صبها. يلا نصبها. اجيب لك الطبق مالتها اللي ذاك البلن؟ بلن. كلها 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 لا تبقى شيء في الجدر. بين جوعان اليوم. خليني افرش لك اياها. اوكي. شيف علي هيك اوكي؟ اوكي. هاي طيب بعد شو اسمه اللوز نصير. اذا مشاهدين الكرام هاي علي. تقريبا خلصت الفريكه بس بقى التزيين نزينها. بعد شوية ماشي خلها بديها بمكانها. سمير بالنسبة للجدر اغسل لك اياه؟ اي والله دائما متعبني انت. بس الجدر مو ما عندك بعد شيء؟ حف حار. هذا حاري والله. اوكي يلا انت بلش لا زين لحد ما انا اغسل لك الجدر. ماشي. اوكي المقبلات. هي سلطة الدجاج متكونة من دجاج مسلوق وطرشي وفلفل أخضر أيضا وخس. طبعا أنت دائما تتعبني. اغسل وودي وجيب وودي للفرن وبالاخير سمير سامي انت ما تشتغل ومو خوش طباخ. لا انا طباخ باربع عيون. باربع عيون؟ نفس اللي عندي. هاي بس الحامض التزيين مالتها؟ ايه. الحساء ايش قدير هذا الوقت؟ والله قليل في 10 دقائق. 10 دقائق؟ ايه. ويا التجهيز؟ إذا مشاهدين الكرام هاي زينا سلطة الخضار بالدجاج. زين الطبق الرئيسي.
يحتاج له جزارة شوية عمدًا غير اللون. شو تقول؟ قصدك على اللون؟ لون؟ لون حط له ليمون. ليمون أحسن. زين سوي ليمون هاي الوردة. وردة؟ هاي بالنص شي فتشي حلو. هاي اللي هيك تسويها وهاي كذا. كلش حلو. هاي. هاي اللي هيك. هاي توش. كلش حلو. كلش أحبها أنا. دلل. هاي حاولت أسويها بالبيت خربت اثنين ثلاثة وما دبرت. كيلو. تطلع هوجة. ماكو تناسق. لا معاكش. عاشت إيدك. العجين الخباس ده هاي خلصت؟ خلصت. هاي نهاية الطبق الفريكة. فريكة الدجاج. بعد ما أني زي أنت وش سويت لكم هذا الليمون تعلموا من عندي دائما. أوكي. يلا إذا مشاهدين كرام أني حاليا تقريبا أني مو علي أنا وشيف علي خلصنا الطبق الرئيسي وأيضا السلطة وما بقى شيء على الكنافة وأطلعها من الفرن. خلي أخذ فاصل قصير. لحد ما اجيب الكنافه واجي وايضا اغسل الجدر. شكرا لمطعم سكوزي اللي وفرنا هذا المطبخ الجميل. خليكم ويانا وشيفكم. رجعنا ياكم احبتي مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه وشيفكم وتقريبا خلصنا الكنافه وهسه راح ننتقل انا والشيف علي. بس قبلها خلي انطي سمشتي اكل خطيه لان جاعت تدوم فترة طويلة يعني. شو اسمها؟ لازم اداريها. هاي تعرفوا اسمها؟ حبيت اسمها. بكابوزة. راح نبلش هسه حاليا. يلا اوكي تخجنيني. عمل حساء البازاليا. يعني بس انا اسم سمشتي غريب والاكلات مالتك الاسماء الغريبة. مو؟ نضيف مكعبين من الزبد. مكعبين مشاهدين كرام من الزبد. خل نضيف القطر على الكنافة. وأنا أيضاً أريد أشوفهم الكنافة شلون صار شكلها. هاي الشكل النهائي للكنافة بس بعد ما نضيف الشيرة. إيش قد نضيف لها؟ خلنا نضيف لها. يعني شغلات سهلة ما تخليني. حط لها زايد لو إيش قد؟ لا رشة. رشة بس. طبعاً عمل الكنافة مشاهدين كرام. سهل. كل السهل. تقدر اي ربة بيت تسويها بالبيت. اضافه الموضوع انه موادها مو كلش غاليه وبسيطه بس مجرد تدير بالها بالفرن على مود لا تحترق بس شويه تحمر خلاص. شو وقت نقطعها؟ لون بقيه هيك بالصينيه؟ هيك احسن. احلى؟ ايه. يلا عندنا فستق الحلبي. حط له فستق حلبي. حلو. انت تحب الفستق الحلبي ادري بيك. اي هو اصلا طيب يعني. إذا مشاهدين كرام هاي الشكل النهائي ليا كاميرا هنا هنا نعم هاي الشكل النهائي للكنافة بالجبنة وحطينا لها الشيرة خلي شوية تشبع بيها وبالأخير نقدمها ويا الأطباق. سنرجع للزبدة. ذابت؟ ذابت الزبدة. شو راح نضيف هسه؟ بازاليا دايركت؟ مثل ما تقول. هاي البازاليا طبعا هاي موجوده معلبات واللي يحب يعني موجوده ايضا بالاسواق. ناشف تنقعيه بالليل وثاني يوم تطبخيها. مو اوكي مو معلبات احسن. اوكي معلبات مو مشكله. ضيف البازاليا طبعا. بس بازاليا ومي مو توابل. اي بهارات مو صعبه يعني. طلع شلون السوق طبعا مثل السوق. شنو راح نخلي توابه؟ ماجي ماجي واساسي وملح
وفلفل ابيض. ما نخليها شوي ثوم؟ باقي الاسئله اني. انا احب شوي وياها ثوم. تعطي نكهه شويه. ايش قد حنضيف لها مي؟ هاي ما تنمرد بالمي؟ لا ما تنمرد، لا ما نخليها تفور هواي. واحد. فوره او فورتين كافي. أربعة. دقائق. دقائق. طبعاً مشاهدين كرام تقريباً خلصت أكثر الطبخات اللي عندنا، اللي سوينا كنافة بالجبنة وأيضاً فريكة بالدجاج اللي هي برغل الأخضر موجود بالأسواق، وأيضاً سلطة الخضار بالدجاج. ايش بقى عندنا؟ تقريبا اليوم كلش خلصنا. ايه وبسرعه لان جوعان في المرأة. انت الله يساعدك في صح وتعبت ايضا. طيب خلينا شويه نحكي عن الاكلات وايضا نتكلم عن الفوائد الغذائيه. شيف علي، دائما اكو بعض الناس يعانون من الثقل بالاكل اثناء الفطور او السحور، شنو النصائح اللي تقدم لهم اياها؟ شو هاي يعني هاي راد النصائح؟ السمكه مالتي بدها تتحرك موتتني. لا 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 خطيه. اوكي الرفق بالحيوان. طبعا الانسان اذا تريق الصبح روتين هذا كفطور وسحور. يعني انا عبالي تحكي لا 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 نحكي بالايام رمضان يعني. وطبعا هو بالفطور روتين ماشي، ماكو اكل ثقيل يعني، ما ياكل هو اصلا عصاير الفواكه الحلويات يعني جاي نسويها هنا يعني هاي ماشي عندنا. وعندنا السحور هي تشمل الاجبان. اجبان انت دائما تنصح بالاجبان لان تحب الاجبان. طيب احنا اكثر مشاهدين كرام نشوف الدول العربيه دوله عن دوله تختلف رمضان او اجواء رمضان عندهم، مثل الجزائر والمغرب وتونس. شو يسوون اكثريتهم يعني؟ يعني شايفين هذا الشيء انه ما يفطرون بسرعه، لا يشربون عصير ياكلون شيء حلو طبعا وبعدين على كيفهم يلا يبلشون. لا ما حد يقدر طبعا بالفطور يفطر لان راح تنسد نفسيته، بس يريد يشرب مي. طيب العصير اكثر بلد تحس الاجواء رمضان به حلو؟ والله عن العراق. العراق طبعا يعني وخاصه مشاهدينا الكرام يعني. انه طبعا تحياتنا للقوات الامنيه والحج الشعبي اللي بسببهم وفروا لنا الامان وحولوا بغداد من اجمل الى اجمل. ودا نشوف المطاعم بالليل والشوارع مفتوحه، يعني بغداد ما تنام. اي طبعا عندنا السحور المطاعم طبعا سحور هم قامت تشتغل مو بس ايضا سحور وبوفيهات مفتوحه سحور ولعبه المحابس والبقلاوه والبقلاوه هاي يعني موجوده عندنا. طيب انت شيف علي بعد ما تخلص دوامك يعني بالمطعم تطلع تتجول؟ يعني اكو ايام مثلا عندي مثلا تقري شويه تعبان ارجع أبنى. طبعا بالمناسبه يعني انت ظالمهم لعائلتك شيف علي ما تطلعهم؟ لا طيب نطلع هواي والله صدق؟ يلا خلاص باكر شيف علي راح يطلعكم زيارات بس. اي طبعا ما تبقي المطاعم اكيد اكيد يلا حتى شوية خفيفه خلينا نشوف وين وصل الحساء. انت قلت ما يراد له هواي عزم العائله هواي عزمتكم علي راح يطلعكم باكر. عن بدايه فور طبعا تطلع على نون خضار. شكلها يطلع على خضار. ايش قد يراد لها بعد وقت؟ هي فوره مو؟ اي فوره، طبعا اللي يحب يضيف لها كزبره. كزبره خضراء اي. كزبره خضراء يصير كزبره خضراء ايضا تصير كلش طيبه. طيب. اللي يحب يضيف لها كزبره كزبره خضراء. طيب ما ضفنا لها بعد فد مواضيع؟ لا مكسرات المكسرات هاي ما نحتاجها. ما نحتاجها؟ ما نحتاجها. طيب هسه ايش قد بقى لنا وقت ونصبها؟ نبدي نقطع الكنافه لو ما يحتاج قلنا. خل نقطعها افضل، انا احب تكون مقطعه. بدنا نشوف الجبنه ماشي يلا. هل قطع اليها مثلثات؟ لا انت قطعها يلا. اوكي انت اخذت السكينه غسلتها بس ما نشفتها. اي هذا واجب ما يخالف نسيت. ماشي اريد اشوف الجبنه شو راح تكون شكلها. انا اظن انه يراد لها بعد شويه شيره يعني تحب بيها واشيرة يعني أنا أشوفها وسط أحسن. صدق؟ والله هالشكل
ايضا التقطيع حسب الرغبه، اكو ناس يحبوا يسووا مربعات. اي زين، واللي يحبها دوائر شلون؟ شلون قطع؟ هاي لين نجيب هاي الفرجال. جيب فنجان فرجال. يلا قطعت عندنا هنا. هسه ما تطلع عندنا واحده نشوفها؟ تي تاكل يعني؟ لا اريد اشوف بعد ما تجي حاره. لا هذا حاره ما حتفل. اي صح، بعد اراد الحين وهي تبرد. تبرد. فبالتالي هاي شكلها النهائي. بشر اجى وقت الفطور والحساء مالتك بعده مال العلم قلت لي ما يراد له وقت. بس تعال شوف فار. اي فار خلاص يعني هسه نصب؟ خلاص اي. بقى اللون مسوب طبعا. اجيب الكاسه؟ اي كاسه. جيب الكاسه. شلون حيكون التزيين مالتها؟ اكيد ليمون؟ ليمون. بس عندي هذا الحساء مفضل بالنسبه لي. حساء صحي مكون من خضار، يعني للنباتيين اللي يحبون كل شيء نباتي. صبها كلها شكلها على خضار حلو زيتوني. مثل ما قلنا هو اللي يحب يحط لها كزبره تصير اطيب بعد. حاره دائما تنتوي دائما انتوي لو انجرح. اوكي لان مو مضبوط. ماشي هاي تقريبا المشاهدين الكرام خلاص عندنا الحساء، راح يبدي الشيف علي يزينه ونقدمه لكم والف عافيه. اكيد خلي ساعدك. هيك مو هاي. خلص مشاهدين الكرام خلصنا كل الاطباق، يبقى الشيف علي حيشرح لكم المقادير، فحضروا ورقه وقلم وراح تبقون ويا الشيف علي. نبدي بالكنافه. بالكنافه طبعا هنا عندنا الكنافه بالجبن، عجينه الكنافه المتوفره عندنا. انا استعملت طبعا البيضه وكو هي تصير حمراء، وعندنا الجبن الوسط لا هو مالح ولا هو حلو، وعندنا الشيره اللي هو القطر، ورا ما تستوي ندير عليها القطر الشيره ونضيف عليها الفستق الحلبي. عندنا هنا الفريكه اللي هو البرغل الاخضر بس المكتوب عليه فريكه، ومكعبات دجاج ايضا وزبد. هنا عندنا سلطه الدجاج اللي هي الفلفل الاخضر وال الخس والطرشي ايضا، والدجاج المسلوق. عندنا هنا الحساء، حساء بازاليا، المكعبات الزبد والمي الاساس عفوا البازاليا. والف عافيه على كل مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه ومشاهدي برنامج شيف كوم. لهنا انتهت حلقتنا، شكرا الى مطعم سكوزي اللي وفر لنا هذا المطبخ الجميل، وايضا شكرا لك شيف علي تعبناك، وشكرا على الاكلات الجميله. شكرا لك. اذا مشاهدينا الكرام لهنا انتهت حلقتنا وياكم، انتظرونا باكر وطبخات جديده، ورمضان مبارك عليكم والى اللقاء.